الله أكبر الله أكبر. كنا في غير الصبح بكير نتحمى من نلبس ثيابنا الجديدة، هلا فقط تذكرت أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قضايا سورية بمنظور إسلامي. قضية الجهاد القضية التي كثر فيها الأخذ والرد، وخصوصا حال غيابها عن الساحات التعليمية، فتصدر الجهال للحديث والخوض فيها. فما هو الجهاد وما هي مقاصده؟ وهل ما يجري في سورية اليوم هو جهاد؟ هذا ما نناقشه في حلقتنا مع فضيلة الدكتور أحمد سعيد حوا، أحد أمناء المجلس الإسلامي السوري وعضو رابطة العلماء السوريين. أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد. حياكم الله. أهلا وسهلا. يكثر على ألسنة الناس في زمن الثورات استخدام مصطلح الجهاد، فما هو السبب الأول والرئيسي الذي شرع له الجهاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد. لا شك أخي الكريم أن الجهاد له مكانه ومكانته في دين الله سبحانه وتعالى، ولا عجب، فهو ذروة سنام هذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكثر الحديث عن الجهاد فعلا، لأنه المعركة التي تخوضها أمتنا الآن ضد هذه الأنظمة التي خلفها المستعمر وراءه معركة ليست هينة ولا صغيرة كما يحاول البعض أو يظن البعض، إنها معركة استقلال الأمة الحقيقي عن أعداء الله سبحانه وتعالى الذين تحكموا في هذه الأمة وفي مصائر هذه الشعوب طيلة المرحلة الماضية. نعم. ولا يدفع أو لا يحرك الأمة في معركة مثل هذه المعركة، تحتاج أو احتاجت إلى مثل هذه التضحيات، وربما تحتاج إلى المزيد والمزيد، لا يمكن أن يحركها وأن يثبتها إلا دين. ولذلك فزعت أو يعني رجعت الأمة فعلا إلى دينها، إلى ربها، وهتف الناس في مرحلة مبكرة: مالنا غيرك يا الله، لشعورهم وإدراكهم أن العالم كله يتواطأ على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب. وبالتالي أدرك الناس حقيقة هذه المعركة وحجم هذه المعركة. أخي الكريم، إذا لم يكن هذا جهادا فما الذي يمكن أن يكون جهادا؟ لا شك أن هذه المعركة أمام هؤلاء الحكام، أمام هذا التواطؤ والتمالؤ العالمي، لا شك أنها جهاد، بل هي من أعظم الجهاد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما نفصل في هذا إن شاء الله. نعم. هل لنا نقول إذن الدافع الرئيسي للجهاد إنما هو الظلم ورد العدوان عن الناس؟ تقصد دفع الظلم؟ نعم، هو مقصد أساسي. وربما إذا رجعنا إلى تسلسل التاريخ للتطور التشريعي، أو لنقل التدرج التشريعي في باب الجهاد، أدركنا أن الأمة أو أن المسلمين الأوائل في المرحلة الأولى منعوا من الجهاد، بل أمروا بكف اليد، وهذا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها الله، لأنه هذا الدين لم يكن يمثل إلا هذه القلة القليلة في مكة المكرمة، وبالتالي كان يخشى عليهم من أن يقضى عليهم أو من الاصطلام كما يقول الفقهاء، يعني من الفناء. أما تكلف فئة قليلة بقتال محيط من الكفر والشرك، لا شك أن هذا يعرضهم للفناء. فأمروا في البداية بأن يكون جهادهم بالحجة والبيان، لكن في مراحل تالية، وخصوصا بعد أن قامت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مر الجهاد حقيقة بمراحل. كانت المرحلة الأولى في المرحلة المدنية هي مرحلة الإذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. شوف إذن التعبير أو العلة واضحة، وهو الظلم الذي وقع على المسلمين، يراد منه أن يدفعوا هذا الظلم. نعم. كان الإذن بالقتال ولم يكن أمر،
حتى مرحلة بدر أخي الكريم أو معركة بدر كانت في مرحلة الإذن ولم تكن في مرحلة الأمر. بعد بدر جاء الأمر كتب عليكم القتال. هذا نوع من التدرج الذي روعيت فيه الحكم، روعي فيه حال الأمة وحال المسلمين الأوائل. لكن لا شك من المقاصد العظمى للجهاد أخي الكريم رد العدوان ورفع الظلم. لو أردنا أن نعرف ما هي الأسباب التي تبيح الجهاد، هل لك أن توضح لنا الأسباب؟ يعني أنا أريد أن أبين قضية هامة وربما يلتبس الأمر، خصوصا أنه الآن تصدى للحديث في الجهاد، حتى الحديث في كل شيء من قضايا الدين تصدى للحديث فيها من ليس أهلا، ودخلنا في إشكالات عديدة. برأيكم ما هو السبب؟ يعني هذا يلقي مسؤولية على أهل العلم الربانيين، أهل العلم الراسخين، أهل العلم الثقات، وربما الحديث وإن كان الحديث فيه كلام لكن حسنه بعض أهل العلم. هذا الحديث أشار إلى هذه القضايا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قال: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكل هذا وجد وللأسف، وبالتالي عظمت مسؤولية أهل العلم العدول. ربما غياب أهل العلم أو تغييب أهل العلم الثقات الربانيين، الحيلولة بينهم وبين الوصول إلى الجماهير بأساليب عديدة وكثيرة. احنا لما نتكلم عن سوريا، وسوريا كمثال حقيقة للعديد من الأنظمة في العالم العربي والإسلامي، حورب الإسلام وحورب الدعاة في مرحلة مبكرة وزج بهم في السجون. احنا ما نتكلم فقط عن مرحلة الثورة 4-5 سنوات أخيرة، نتكلم عن عقود حقيقة. يعني ربما بدأ هذا التآمر بل استمر من تاريخ الاحتلال وما بعد الاحتلال وإلى يومنا هذا. في أسباب عديدة لا شك، وفي أيضا في المقابل ربما تقصير من بعض أهل العلم. آن الأوان وحانت الفرصة لأهل العلم هؤلاء أن يبينوا حقيقة هذه المعركة وأن يبينوا للناس حقائق هذا الدين العظيمة. أريد أن أقول أخي الكريم نقطة هامة وأساسية. بعض الناس يظن أن الجهاد هو غرض هو مطلوب وغرض بحد ذاته ولذاته، مقصود لذاته. الجهاد أخي الكريم وسيلة لخدمة الدين وحماية الدين، وهذا فيه تفصيل طبعا بحسب أنواع الجهاد وتقسيمات الجهاد. فإذا لو أردنا أن نعرف أنواع الجهاد يعني أنواع تقسيماته، إذا أدركنا هذا أنه الجهاد بحد ذاته وسيلة، بمعنى هناك هدف أكبر وهو نشر هذه الدعوة وحماية هذه الدعوة والتمكين لهذه الدعوة في الأرض، باعتبار أنها الدين الأخير الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للخلق. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآن إذا أردنا أن ندخل الحقيقة في تقسيمات في أنواع الجهاد، سيتضح لنا أن كل نوع من أنواع الجهاد له مقاصده. إذن في مقصد عام وأساسي ينبغي أن يفهمه كل مسلم وكل مسلمة، أن الجهاد لخدمة الدعوة وحماية الدعوة وليس مقصدا كما يدعي بعض الغلاة. لكن عندما يقوم سبب الجهاد في حالة من حالات في نوع من أنواعه قد يكون مقصودا، ولك به الأجر العظيم وله الفضل الكبير، كما جاءت فضائله في القرآن أو في السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا أردنا فعلا أن نستعرض يعني أنواع الجهاد وبالتالي نقف على مقاصده أو مقاصد هذه الأنواع، طبعا هناك تقسيمات مختلفة. يعني تقسيم الجهاد إلى جهاد النفس وجهاد الغير. جهاد النفس أيضا جهاد عظيم، ذلك الآيات حتى بعض الآيات المكية أشارت إلى معاني مجاهدة النفس، وفي مجالات كثيرة العبادة بحد ذاتها هي مجاهدة، كف النفس عن المعصية هي مجاهدة. ولذلك في الحديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. جهاد الأصغر جهاد العدو له وقت ينتهي، لكن مجاهدة النفس والشيطان هذه مستمرة طيلة الحياة، طيلة بقاء الإنسان. فإذا في جهاد النفس وفي جهاد الغير. جهاد الغير أيضا أنواع، في جهاد خارجي وفي جهاد داخلي. الجهاد أيضا أنواع في من حيث وسيلته ومادته، في جهاد بالنفس يعني قتال، وفي جهاد بالمال، وفي جهاد بالكلمة. وربما يستخف أو يستهين بعض الناس بهذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جهاد الكلمة في بعض حالاته من أعظم الجهاد. قال سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه: ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله.
هذا جهاد الكلمة. جهاد كلمة نعم. قول كلمة الحق، وأحيانا تتعين كلمة الحق على بعض العلماء أو بعض الدعاة لا بد أن يقولوها ولو دفعوا ثمنا لذلك أرواحهم في سبيل الله. نعم. تركيزا على المقاصد، ما هي مقاصد الجهاد الخارجي أو الجهاد الداخلي؟ يعني أنا أميل أو أرى أنه في هذا الباب ممكن نأخذ التقسيم الذي يقسم الجهاد إلى جهاد خارجي وجهاد داخلي، وأؤكد على ضرورة هذا التقسيم، لأنه أخي الكريم للأسف في غياب العلم الشرعي الصحيح أو قلة البضاعة في العلم، وأنا أعترف أيضا بقلة بضاعتي، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن نؤدي شيء من الواجب. بارك الله فيكم. اتصدى أخي الكريم بعض الجهال وصار في خلط عندنا الآن ما بين أحكام جهاد خارجي وأحكام جهاد داخلي، ومسائل كثيرة تنبني على كل نوع من هذه الأنواع. نعم. فبالتالي لابد أن يكون واضح لدى طلبة العلم الشرعي ولدى أخواننا الثوار والمجاهدين. نحن نتمنى أن يكون كل ثائر هو مجاهد، بمعنى أنه ليس بالضرورة كل ثائر هو مجاهد، لكن نتمنى فعلا أن يتخلق هؤلاء الثوار بأخلاق المجاهدين وأن يتفقهوا بفقه الجهاد في سبيل الله، لنصل إلى النتيجة المرضية عند الله تعالى أولا، ثم النتيجة التي تحقق ما يصبو إليه الناس بإذن الله تعالى إن شاء الله. فإن لابد أن نعرف أن هناك جهاد خارجي له أحكامه وغاياته ومقاصده، وجهاد داخلي أيضا له أحكامه وغاياته ومقاصده. الجهاد الخارجي يقسمه العلماء إلى قسمين، جهاد الدفع وجهاد الطلب. وفي فارق طبعا بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، واضح من عنوان جهاد الدفع أنه دفع لعدوان أو محاربة لظالم أو لمعتدي، هناك جهة معتدية خارجية جاءت تعتدي على أطراف الدولة الإسلامية، على ثغر من ثغور الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية والبلاد الإسلامية. هذا أخي الكريم اتفق الناس واتفقت الشرائع على مشروعية هذا النوع. No. ولم يكتفي الإسلام بأن يعتبر جهاد الدفع مشروعا، بل اعتبره واجبا. وحتى أكثر من ذلك تجد تفصيلات الفقهاء، يعني لما يقولون إذا دهمت بلد من بلاد المسلمين أو اعتدي على مصر من أمصار المسلمين فقد تعين، يعني صار فرض عين. No. تعين الجهاد على كل قادر، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، دائنا أو مدينا، على كل الناس. يعني وتجد أن الشروط هنا أقل من الشروط التي يذكرها الفقهاء في جهاد الذي هو فرض كفاية، لأنه الآن فرض عين أنه قضية خطر عام، وبالتالي لا بد من رد هذا العدوان. هذا الذي يسميه الفقهاء جهاد الدفع، وأظن أمر هذا الجهاد واضح. وطبعا لما الفقهاء قالوا تعين على أهل ذلك البلد الجهاد، قالوا فإن لم يكفي هؤلاء تتسع دائرة الوجوب إلى من حولهم ثم من حولهم ثم تشمل الأمة الإسلامية كلها. وبالتالي نستطيع أن ندرك الآن كم هي الأمة مقصرة، يعني تجاه فلسطين أو تجاه الأندلس حتى أو تجاه كشمير أو غيرها من قضايا المسلمين المنسية. وللأسف يعني بلاد، قضية كشمير أخي الكريم هي أخت قضية فلسطين وبالتزامن معها، ونسيت هذه البلاد حتى إن سألنا طلابنا اليوم قد لا يعرفونها، لا يعرفون أن هي كشمير. نعم. جنة الله في الأرض كشمير أخي الكريم، سبحان الله. المهم هذا جهاد الدفع، جهاد مشروع بل واجب وفرض عين، وعلى الأمة أن تقوم بهذا الواجب ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. لأن جهاد الطلب هو النوع الثاني من الجهاد الخارجي، وربما هذا الذي يتعرض للتشويش والتشويه. نعم. وتثار حوله يعني شبهات كثيرة. هذا الحقيقة ينبغي أن يكون واضحا، أنه نحن لا نغزو الآخرين لنفرض هذا الدين على الآخرين، لكن ينبغي. نعم. أن يكون واضحا. وأنا قلت من البداية أن الجهاد وسيلة لحماية الدعوة وخدمة الدعوة. نحن أمة مستخلفة في الأرض مكلفة بحمل رسالة الله إلى البشرية. نعم. نحن أمة اختصت عن الأمم بأننا حملنا أو حملنا الرسالة الأخيرة. صحيح أن هناك أديان أخرى ورسالات سابقة، لكن هذه هي الرسالة الأخيرة، ونحن الذين كلفنا بإيصالها للناس. لا خيار لنا في ذلك، ولا يقبل من الآخرين أن يقولوا إنهم أتباع رسالة. نعم، كون الآخرين أو بعض الناس أو بعض الأمم تتبع رسالة لها أحكام، لها أحكام أهل الكتاب مثلا، لكن نحن مكلفون بإيصال الرسالة. لأن في سبيل إيصال هذه الرسالة، النموذج المباشر أمامنا الواضح هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس أو الروم، أو قبل أن يرسل المجاهدين
أو الصحابة رضي الله عنهم، وقبل أن تكون فتوحات ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ خاطب الأمم من حوله برسائل، يرسل الرسول أحيانا موفد يحمل رسالة لهؤلاء يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا هناك تأتي إجراءات أخرى ليس الغرض منها إجبار الناس على الدخول في الدين، وإنما الغرض إيصال الرسالة وإزالة هذه العوائق من طريق هذه الدعوة. فهذا هو الهدف من جهاد الطلب، أو هذا هو المقصد، بمعنى أن نسهل طريق الدعوة هنا، أن تصل رسالة الله الأخيرة إلى البشرية كافة. اللي حصل أخي الكريم واقع الحال، ماذا فعل كسرى؟ ماذا فعل الروم؟ والذي أدى بعد ذلك إلى أن يكون قتال. كسرى أخي الكريم أرسل إلى وليه في اليمن أو عامله في اليمن كما تقول كتب السيرة، من هذا الرجل الذي خرج في الجزيرة أو في مكة؟ قال أرسل إليه واتني به، وبالفعل والي كسرى على اليمن أرسل رجلين ليأتيا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان الحوار الذي دار بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال ائتياني غدا، فلما جاء قال إن ربي قتل ربكما، وفعلا قتل كسرى تلك اليوم. ما بين يدي معركة مؤتة. لماذا كانت معركة مؤتة أخي الكريم، أو سميت غزوة مؤتة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك بها مباشرة، لكن كانت تنقل له عبر الوحي؟ السبب فيها أن أخي الكريم يعني لنقل إن أذناب الروم النصارى الذين كانوا في تلك البلاد قتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من رد الاعتبار وحماية الدعوة. إذن القضية أخي الكريم في جهاد الطلب هي نشر هذه الدعوة وإزالة أو إزاحة العوائق التي تقف في طريق الدعوة، ثم بعد ذلك يترك الخيار لهذه الشعوب. ما أجبرنا ولا نجبر ولن نجبر أحدا على الدخول في هذا. هنا إسقاطا لهذا الكلام على واقعنا، تدعي بعض الجماعات المغالية أن إزالة الحكومات الكافرة هو من مقاصد الجهاد، فنراهم يهددون أمريكا ويهددون أوروبا. ما رأيكم بهذا الكلام؟ هذا ما نسمع الجواب منك بعد الفاصل. فاصل قصير ونعود أعزائنا المشاهدين. أهلا وسهلا بكم من جديد. عودة إلى سؤالنا، هل إزالة الحكومات الكافرة وإن كانت مسالمة هو من مقاصد الجهاد كما تدعي بعض الجماعات المغالية؟ وأخي الكريم ربما طرح السؤال قديما بين الفقهاء واختلف، هل يقاتل الكافر لكفره أم لحرابته وعدوانه؟ الراجح والذي ذهب إليه المحققون من علمائنا قديما وحديثا أن الكافر لا يقاتل لمجرد كفره، وإنما يقاتل لحرابته وعدوانه، بدليل أن الإسلام لا يكره الناس على الدخول في الدين، وإلا إذا قلت أنه أنا أقاتله لكفري فكأنك تكرهه على الدخول في هذا الدين. الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، وما أنت بمكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن إذا وجد من جهة كافرة عدوان وحرابة، فلابد أن نقف أمام هذا العدوان. إذا وقفت هذه الجهات الكافرة أمام نشر الدعوة أو في طريق الدعوة كما حصل تماما في المرحلة الأولى أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فواجبنا أن نزيح هؤلاء من طريق الدعوة لنوصل هذه الدعوة للشعوب، ونترك بعد ذلك الخيار لهذه الشعوب. وبالتالي هذا الطرح الذي يتبناه بعض من يحسبون الآن على بعض التيارات الجهادية، في رأينا أن هذا الطرح غير صحيح، بل على العكس نحن يعني يمكن نطرح للعالم كله وللشعوب كافة وللدول كلها، إن كانت على استعداد لأن تكون فعلا مسالمة وتسمح بنشر هذه الدعوة، نطرح لها يعني إمكانية العلاقة وإقامة مشاريع التعاون وإقامة العلاقات الحضارية الراقية. هذا أخي الكريم منطلق، وهذا التجربة التاريخية أيضا فيما مضى. فليس الهدف أن نحارب الآخرين لمجرد الحرب أو لمجرد فرض السلطان، لا، الهدف أخي الكريم تمكين الدعوة ونشر هذه الدعوة بإذن الله تعالى. نعم، عودة إلى تفصيلنا عن الجهاد، أنت قسمت لنا الجهاد إلى جهاد خارجي وجهاد داخلي. لو تعطينا لمحة مفصلة عن الجهاد الداخلي. للجهاد الداخلي أخي الكريم قد يتنوع إلى أنواع، لعل أهمها أو يأتي في طليعتها بعض الصور التي يعني أصبحنا نعيشها الآن واقعا، وطبعا هذا نتيجة يعني كيد عالمي على هذه الأمة انتهى بنا، لأنه أعدائنا حتى بعد احتلال بلادنا لم يكتفوا بذلك، ولم يخرجوا من بلادنا حتى سلطوا علينا بني الجلدة
أو بعض بني الجلدة، ولعلهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وهو يصف هذه المرحلة، طبعا فهمنا أنه يصف هذه المرحلة من جملة نصوص، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فسأل حذيفة رضي الله عنه أنه من هم هؤلاء، أوصفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انتهى الأمر فعلا أن أعداءنا بعد أن خرجوا بجيوشهم أو سحبوا جيوشهم وأساطيلهم من بلادنا سلطوا علينا هذه الأنظمة من بني الجلدة. هذه الأنظمة الآن فعلا وجدت الشعوب أنه ما في سبيل للخلاص من هذا الظلم والفساد والاستبداد إلا أن تثور هذه الشعوب وأن تقف في وجه هؤلاء الظلمة. وربما ظن الناس في مرحلة أنه يعني الثورة السلمية تكفي، لكن تبين أن القضية أخطر وأعقد من ذلك وأكبر من ذلك، أنه هؤلاء الأنظمة لا يمنعهم ولا يردعهم شيء أن يمارسوا كل أشكال الإجرام أمام هذه الشعوب لإخماد ثورة الشعوب. فكان لابد أن تدافع هذه الشعوب عن نفسها، فوجدنا أنفسنا أمام أنواع من الجهاد الداخلي. طبعا الصورة المصغرة أو الصورة الأصغر أو الأبسط يعني صورة دفع الصائل، وهذه قضية مشروعة باتفاق الفقهاء. الصائل هو المعتدي، وهذا الذي عبر عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبر عن صورة من صوره ثم أكدها في صور أخرى. الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إن جاء من يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال رأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال رأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذه الصورة أخي الكريم يعني الواضح التي لا يختلف فيها اثنان وقعت. طبعا ما عاد قضية بس اعتداء على المال، صار اعتداء على النفس واعتداء على العرض واعتداء على الدين. جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتؤكد من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه، من قتل دون أهله، من قتل دون نفسه، من قتل دون دينه، كل ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو شهيد. هنا هذه الصورة طبعا البسيطة. ربما يعني بعض أهل العلم فسر ما يجري على الساحة السورية في بدايات الثورة أو في المرحلة التي بدأت تتحول الثورة من صورة أو حالة سلمية إلى حالة مسلحة، اضطر الناس فيها للدفاع عن النفس، قالوا هذا دفع للصائل، وهذا مشروع بإجماع العلماء أخي الكريم. لكن هل وقف الأمر عند هذا؟ ما وقف. اللي حصل أخي الكريم أن هذا النظام جند الجيش، الجيش اللي واجبه أن يحمي الحدود ويحرر الأرض المغتصبة وفلسطين السليبة، سلط على هذا الشعب. ولم يكتفي بهذا، بل صلت عصابات الشبيحة والمجرمين، بمعنى آخر أنه صار هناك إجرام منظم يسمى الآن في عرف العالم الآن جماعات منظمة أو يعني عصابات منظمة. هذا يدخل عند الفقهاء فيما يسمى قتال المحاربين وقطاع الطرق، بل هؤلاء أشد منهم وأكثر منهم إجراما، فهذا أيضا نوع من الجهاد المشروع الآن. أننا نسميه جهاد البغاة مثلا هنا في غير حل. غير جهاد، في عندنا جهاد البغاة والخوارج باب آخر ربما نتكلم عنه، وهو نوع أيضا من أنواع القتال أو الجهاد الداخلي. لكن الآن أنا أركز على النوع الذي يكون فيه يعني الوقوف في وجه أناس عندهم دافع إجرامي. هذا الصائل المعتدي هذا مجرم، ولو كان يريد أخذ المال أو الاعتداء على العرض والنفس. المحاربين وقطاع طرق أو عصابات الشبيحة هؤلاء هذا مجرم. أضف إلى ذلك نوع ثالث أخي الكريم، وهو نوع من أنواع الجهاد الداخلي. إحنا ممكن نتكلم بعد شوي عن البغاة والخوارج، نقاتل الخوارج الذين خرجوا خروجا غير مشروع، لكن الفقهاء يتكلمون عن حالة خروج مشروع بل ربما يكون واجب. لو تعطينا مثالا عنه. وهو الوقوف في وجه الظلمة، وإن كان الفقهاء القدامى اختلفوا في حكم الخروج على الحاكم الظالم. هنا كنت يعني سأسألك، بعض الناس يحتجون بهذه القاعدة أو بهذه المقولة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان ظالما، يعني كيف نستطيع أن نفسر هذا الكلام؟ ما هو أو من هو الحاكم الظالم الذي اختلف فيه الفقهاء؟ وهل حكام اليوم يعني أمثال بشار ولا السيسي ولا الهالك القذافي ولا يعني هذه الزمرة، هل هؤلاء في أمثال الحاكم الظالم الذي اختلف الفقهاء السابقون فيه؟ يعني الفقهاء السابقون اختلفوا في مثل يزيد، ويزيد يحكم بشرع الله، ويزيد يسير الجيوش لتجاهد في سبيل الله، هل هؤلاء حكام اليوم أخي الكريم لم يقفوا عند مرتبة الحاكم الظالم، بل تجاوزوا تلك المرحلة. وأنا راح بيّن أنواع الحكام،
تجاوزوا تلك المرحلة إلى مرحلة حاكم يحارب شرع الله ويعطل شرع الله ويقتل أولياء الله ويحارب من يدعون إلى تحكيم شرع الله، فاختلفت الصورة. لذلك أقول أخي الكريم، في سياق الحديث عن الجهاد المشروع